لم يحل دوي القذائف ولا سقوطها العشوائي في مدينة تعز وضواحيها من قدوم هؤلاء الطلاب إلى مراكز امتحانات الشهادة الأساسية لهذا العام. فمنذ الصباح الباكر تقاطر الطلاب من قراهم المتباعدة لخوض الامتحانات في ظل ظروف بالغة الصعوبة والقسوة. الاختبارات ممتازة من الطلاب، يعني في بعض أفراد المعوقات والمشاكل، في بعض سلاقوا من الجزء الثاني ومن النصف الثاني، وهون ما اختبروش، يعني ما درسوش النصف الثاني بسبب الأوضاع بالنصف الثاني بسبب المعاشات الذي لم يستلمون معاشات المدرسين، فبعض المدارس وأغلب المدارس لم يدرسوا النصف الثاني. مر عام دراسي استثنائي في مرارته وافتقاره لأدنى متطلبات شروط التعليم، ومع ذلك جاءت الاختبارات شاملة لكل المقرر الدراسي، ما جعل الطلاب يتفاجؤون أمام الأسئلة التي لم يتلقوا دروسها في مقرر هذا العام. كان في امتحانات للمرحلة الأساسية بمدرسة الشهيد عبد الرقيب عبد الوهاب. الطلاب لم يدرسوا النصف الثاني نهائيا، ولكن رغم معاناة الطلاب ورغم كفاحهم مع الحرب القائمة في المدينة، إلا أنه صراحة كان الاختبارات سهلة جدا. بين ذهاب عام دراسي في مهب رياح الحرب وبين الإصرار على استمرار الحياة التعليمية في تعز، ينتصر الإصرار على مواصلة المشوار في رحلة أبناء المدينة صوب المستقبل، دونما يتركون للحرب وتداعياتها المختلفة أن تحول دون أن ينتقلوا لمستوى دراسي أعلى. مشاهد الحرب والحصار التي تعيشها محافظة تعز بشكل يومي، بالإضافة إلى توقف العملية التعليمية بفعل انقطاع رواتب المعلمين، لم تمنع هؤلاء من استكمال عامهم الدراسي وخوض الامتحانات في رسالة تحد واضحة لمشروع الانقلاب. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية الشمايتين تعز.